تكنو 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 تكنو. آخر الأخبار في تكنو: واتساب تعيد تطبيقها لويندوز فون بعد إصلاحه. تعمل شركة مايكروسوفت مع واتساب لإصلاح المشكلات التي أبلغ عنها مستخدمو نظام التشغيل ويندوز فون، مما اضطر الأخيرة الأسبوع الماضي إلى إزالة التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالنظام. وكانت خدمة التراسل الفوري واتساب قد قامت منذ أيام بإزالة تطبيقها من متجر ويندوز فون بعد أن أبلغ مستخدمو التطبيق عن عدد من المشكلات من قبيل عدم إخطارهم لدى وصول رسالة جديدة أو التأخر في استقبال الإشعارات، بالإضافة إلى ظهور رسالة خطأ في كل مرة يقوم فيها المستخدم بفتح التطبيق. وأكد نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون ويندوز جوب لوفر في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر أن عملية الإصلاح جارية، حيث أوضح أن فريق مايكروسوفت يعمل مع واتساب على إصلاح المشكلات التي يعاني منها تطبيق واتساب لنظام ويندوز فون. مع أن البعض ظن في البداية أن السبب وراء هذه المشكلات هو النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين من تحديث ويندوز فون 8.1 التي أطلقها مايكروسوفت منتصف شهر إبريل الماضي، ولكن السبب يعود إلى التحديث الثالث الخاص بنظام ويندوز فون 8، مشيرا إلى أن نظام الإشعارات الخاص بنظام ويندوز فون 8.1 مختلف تماما عن ويندوز فون 8. ومن جهتها قالت شركة واتساب المملوكة من فيسبوك: للأسف وبسبب مسائل فنية متعلقة بمنصة ويندوز فون اخترنا أن نحذف تطبيق واتساب من متجر المنصة. ويعد تطبيق واتساب التي استحوذت عليه فيسبوك في شهر فبراير الماضي مقابل 16 مليار دولار أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخداما، وهو يتوافر على عدد من المنصات بما فيها نظام ويندوز فون التابع لشركة مايكروسوفت. وكانت واتساب قد أعلنت في 22 إبريل الماضي عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 500 مليون مستخدم يقومون بمشاركة 700 مليون صورة و100 مليون مقطع فيديو، وذلك بمعدل يومي. من أخبارنا أيضا في تكنو: جوجل تستخدم حسابا على إنستغرام. افتتحت جوجل حسابا خاصا لها على إنستغرام لمشاركة الصور بعد فترة طويلة كانت تفضل فيها نشر صورها على شبكتها الاجتماعية الخاصة جوجل بلس. وجاء إعلان جوجل عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، إذ استهلت مشاركتها على إنستغرام بفيديو دعائي لشعارها التفاعلي احتفالا بالذكرى 40 لاختراع مكعب روبيك. واكتفت جوجل حتى الآن بوضع مشاركة واحدة، ولكن من المتوقع أن تستغل الأمر في الأيام المقبلة للدعاية لخدماتها ومنتجاتها الأخرى مثل النظارة الذكية. وبذلك ينضم حساب جوجل على إنستغرام لحساباتها الخاصة على كل من فيسبوك وتويتر. من أخبارنا اليوم في تكنو: جوجل تصمم جهازا لوحيا ثلاثي الأبعاد، ومايكروسوفت تكشف رسميا عن ويندوز 8.1، وسامسونج تعتزم إطلاق ساعة تمتاز بالمكالمات الهاتفية، والجي تنشر مقاطع تشويقية لهاتفها المرتقب الجي جي 3. كل ذلك في تكنو أيها الأحبة، معكم حتى العاشرة في صباح الشباب. ابقوا معنا.